ديال المتابعين الكرام في قناة الشرق على تشتي في، كنتوجد معكم مباشرة من مدينة تطوان بالضبط حنا في منطقة صناعية ديال مدينة تطوان. اليوم كنتواجدوا يعني بمعمل ديال تدوير الألبسة والملابس يعني المستعملة وهذا الفتاة ديال المتابعين الكرام. فطبعا يعني هذا المعمل هذا كانت خرجت عليه يعني أخيرا واحد إشاعة كتقول بأن يعني النساء في هذا المعمل هذا يعني كتشوفون يعني الأغلبية كلهم يعني النساء يشتغلن في هذا المعمل هذا. خرجت إشاعة كتقول بأنهم يعني كيتعرضوا للتحرش، ما كتوفرش عندهم شروط ديال العمل، ما كتوفرش فيهم يعني كدير كاين شروط العمل، يعني كيخدموا في واحد الظرف اللي يعني كيخدموا في واحد المكان اللي ما يستطيعش أنه يشتغل فيه أو لا يخدم فيه. فطبعا هذه التصريحات الأخيرة وصلت حتى وقفات البرلمان بعد ما يعني كان هناك يعني سؤال موجه للبرلمان من طرف يعني برلماني عن دائرة مطلق فريدة. كذلك التصريح خرج سؤال برلماني ما عجبش كذلك العاملات هنايا. حنا لاحظت يعني شعورنا يعني بغضب هذه العاملات، التحقنا بمعمل باش نوريكم يعني مباشرة هنا مباشر أجواء وظروف يعني الشغال ديال هذه العاملات، وكذلك يعني الطريقة اللي كيعملوا بها، وكذلك يعني التصريحات ديال هاد العاملات. فطبعا يعني غنبداو معكم يعني متابعينا الكرام مع اول عامله هنايا، وغنتقلوا يعني جميع العاملات باش تشوفوا على مباشر الامور كامله كيفاش دايره. فالسلام عليكم، انت مع العالم المباشر، شنو رايك خرجت الاخيره اللي كانت كتقال عليها؟ احنا كنستنكروا هاد الشيء، انا كنستنكر هاد الشيء انا وخوتي كاملين، هاد الناس كاملين خوتي، حنا كنستنكروا هاد الشيء. حنا كنا غنخرجوا في وقفه احتجاجيه كاملين على شرفنا والكرامه ديالنا والعيش ولادنا كاملين، كنا غنخرجوا. ان كيقول لك واحد المثل، واحد كيموت اما على بلادو ولا على ولادو، وحنا غنموتوا على ولادنا وعلى الرزق ديال ولادنا. حنا بزاف هاد الاتهام بزاف، حنا كنخدموا النساء مع بعضياتنا هنا. حنا هادشي التحرش ما عمرو شفناه، شتي في الحلم ديالنا ما عمرنا شفناه. حنا الحمد لله عندنا كاميرات، كندخلوا بالكاميرات ونخرجوا بالكاميرات، راه ربي يستر عندنا فيه الكاميرات، اي بلاصه فيما درتي الكاميرات. علاش هاد الناس كيحاربونا؟ علاش هاد الناس كيحاربونا؟ كيحاربونا حنا الدراويش، وحنا المخيره فينا عشاها من ظهرها. حنا اللي ما تخلصناش كنبقاو كنتسناو الخلصه ديالنا، وكن باش غنوكلوا ولادنا؟ وريونا باش غنوكلوا. حنا المخيره فينا، ابسط وحده فينا خدامه على سته العائلات، محشومه وعار. هاد الناس اللي غيحاربونا حنا يمشيو يحاربوا ناس اخرين، يديروا المشاريع في كاستياخو، الناس الفلوس، البرنامج اللي تهضر علينا حنا ما تقابلناش، كاينه ما يتهضر. دير مشاريع وخدم الشباب، هادوك الشباب اللي خصهم يخدموا، هادوك الرجال اللي خصهم يخدموا. كصحابك هاد الناس كاستياخو فيها، هاد الناس اللي ما خدامينش ورا كاستياخو باقي فيها الالوف ما خدموش. هضروا على هادوك الناس وديروا لهم المشاريع، والناس اللي كتستثمر فلوسها في شي موضع اخر تجي تستثمرها في كاستياخو، وديروا كاستياخو ماشي حنا غنقتلوا كاستياخو، هما اللي كيقتلوها بالحرب ديالهم كيحاربونا حنا. انتم يعني كاين هنا يعني كيفاش يعني الطريقه ديال الشغل ديالكم، يعني شنو كتشتغلوا في هذا المعمل باش تحط الامور يعني باش توضح للراي العام كامل؟ حنايا كنخدموا هنا، كيجينا الطرابو، كيجينا الطرابو كنحطوا هنا كنخدموا، كنطويو، كيطويو الناس السلعه، كيطويو اللي كتخدم في السوبات كتخدمو، واللي كتخدم في الحوايج كتخدمو. حنا الحوايج بانين كنطويوهم. حنا كيقول لك مثلا كنخدمو جديد، وحنا السلعه كنشوفوها حنا والله ما كيشوفها الباترون مسكين، ما كيعرفش شنو كاين في السلعه باش يقولوا كيحيد السلعه ولا ما كيحيدهاش، ما كيحيد حتى حاجه. الله يرحم الوالدين اللي شو يحاربوا ناس اخرين، يحاربوا البطاله، يحاربوا بزاف د الحاجات، ما تحاربوناش حنا، حنا معيشين ولادنا. الله يرحم الوالدين. يعني تقريبا يعني بزاف بيكم نساهم، حنا بزاف، حنا فتنا 700، حنا باش خاصنا هادشي خصهم هما يشجعونا باش يجيو الناس يخدموا معانا. حنا هادي 3 ايام دخلت معانا 200 مرا، وكاينه ناس اخرين كيتسناو مساكن باش يعيطوا لهم يجيو يخدموا. راه حشومه وعار. واش حنا عاد نمشيو نعجنوا الخبز؟ هاد البنادريات ديال الخبز وهادشي شحال تخدم من مرا؟ تخدم 3 4. راه حشومه. حنا هادشي ما عطاهنا حتى شي واحد، هادشي عطاه لنا سيدنا، سيدنا باش نخدموا على ولادنا. سيدنا هو اللي فكر في الساكنة د الفنيدق، وحنا كنشدو سيدنا. سيدنا هاد الخبز والعيش اللي عطيتينا لوليداتنا، راه كاينه ناس في الفنيدق تيحاربونا. الله يرحم وليداتك وخلي لك وليداتك، تا الله يرحم لك الوالدين.
راه ما تشوف وليداتك، شوف وليدات هاد العاملات كاملين. اذا المتابعين الكرام يعني مازال عاملات اخرين بدورهم يعني باغيين يعرفوا لا الراي ديالهم المتابعين الكرام. فطبعا يعني كما قلت باش انك تجي تحط يعني واحد باطل على العاملات وتتهموا انهم يعني التحرش، هو هذا الانسان هو اللي نقدنا حنا من التحرش، واللي قال حنا عندنا التحرش هنايا، هذا الانسان هو اللي نقدنا من التحرش، نقدنا من الشارع من التحرش، ماشي عندنا التحرش هنايا، عيب عليهم وحرام عليهم. يعني تما هنا ما كاين لا تحرش ما كتعرفوش، ما كايناش ما كايناش هاد التحرش. هاد الانسان عينه ما كيهزش، ما كيدخلش بعدا عند العاملات نهائيا، ما كنشوفوش هاد الشاب ديالنا، ما كنشوفوش نهائيا. واللي قال التحرش، هاد الانسان هو اللي نقدنا من التحرش، هاد الانسان هو اللي نقدنا من التحرش، هو اللي نقدنا من الشارع. ما عندناش تحرش هنايا، الكاميرات تفضل انا لا شي دار على راسك تفضل تينا على المباشر هذا. قلنا يعني رايك فهاد الخرجه الاخريه اللي خرجوا كيقولوا التحرش، التحرش اخي ما كايناش، التحرش اللي كيقولوا لها الاشاعات اللي خرجوا علينا ما كايناش، عمر شي واحد ما تحرش لينا، عمر شي حاجه ما كانت هنايا. حنا الحمد لله مزيانين، وعاد رجعنا عيالات الدار، ما كنا كنباتوا عا في الزنقه مغطيين بالكرتون والميكا، كنباتوا باب الديوانه، حرموها علينا سدوها، يوم اللي جاب الله طريف الخبز بقاو يحرقوا علينا. حنا عاد ولينا نباتوا مع ولادنا ونعرفوا ولادنا واش كيمشيو للمدرسه ولا ما كيمشيوش. شنو بغيت تقولوا لهاد الناس؟ هاد الناس كنقولوا لهم يبعدوا منا، يمشيو يحاربوا الناس اللي ما خدامين، شي يديروا لهم شي مشروع فاش حتى هما يخدموا. راه كاسياخو النص الكبير باقي ما خدامش، النص الكبير في كاسياخو باقي ما خدامش، ما يحاربوناش حنا يخرجونا من هاد الخدمه ديال البيع نمشي. انا مطلقه عندي اربعه د العواول، فين نمشي الا خرجت من هاد الخدمه؟ ما عندي فين نمشي، شكون غيخدمني؟ ما عنديش فين نخدم. والتحرش اللي كيقولوا راه ما كايناش صفه نهائيا، انا اللي بغاو يجيبوه ما كايناش، ما كايناش. شكرا. تفضل لالا. سمعتي خرج يعني خرج الاخر اللي قالوا عليكم ان يعني كتعرضوا انتم للتحرش وظروف العمل متفرشه فيكم، يعني انتم شحال انت مده كتشتغل هنا؟ دابا 3 سنين وانا خدامه هنايا، وما عمرنا شفنا شي حاجه خايبه. مول الشركه كيتعامل معنا مزيان وكيتهلا فينا ملي احتاجنا شي حاجه، العيال العيال ديالنا الدواء كيحتاج، وانا عندي العيل مريض بالحساسيه، ملي كنحتاج شي حاجه كيمشي عنده، كيتهلا فينا في كل شيء. الله يجازي بخير، ونطلب الله هاد المسؤولين هادو ما يحرموناش من هاد الخدمه ديالنا، فهمتيني؟ كنا كلو بيها وكنا وانت الدمار الاجتماعي ديالنا والفرصه ديالنا في الوقت، كل شيء عندنا في الوقت. والله يجازيكم بالخير، خلي هاد السيد هذا جامعنا، الله يكتبكم بالخير. سيدي اختي. يعني يلاه تقول جديده، شحال عندك؟ 3 ايام. معنا واحد العامل الى 3 ايام خوتي، كنتي كتسمع شي هضرات كيتقالوا في الشارع، كي جاتك الخدمه دابا هضر معنا يعني على مباشر مع الخدمه محترمه، السيد ما كيدخلش حتى لعندنا اولا، بعدا كيهضر بالاحترام، اقسم بالله العين ما كيشوفهاش فيك. هاد الناس دابا اللي كيقولوا هاد الهضره فين بغاو يوصلوا؟ واش قادين بينا بعدا؟ ما فهمتش واش قادين بينا. اصلا قبل ما ندخل انا مني كنت باقا في الانعاش، والله العظيم مشينا عنده كيهضر بالادب والصوم، كيقول لك ان شاء الله يكون خير، وها سبحان الله ربي كبير، دخلنا لعندو رحب بينا، حنا خدامين على وليداتنا. كيقول لك تحرش، اين تحرش؟ اش من تحرش حنا عين نسا هنايا؟ واش تحرش ديك الكراتر اللي هما راه فينا؟ وهو البشر ما كيدخلش حتى لعندك، ما كيشوفش حتى فيك، من غير السلام عليكم وما يعاون. وهاد الناس ما فهمتش فين بغاو يوصلوا، بغاو يطيحوا بالانسان حيت شافوه كبير، شافوه ربي يسل له مسكين، شافوه لدرجه الله يسل له. شحال من انسان هنايا معاقه يده معوج وقابل عليها خدامه مريضه باي حاجه وخدمه، ومن كنا حنا في الانعاش اقسم بالله الصلاه ما كنصليوش. هو كيقول لك دابا صلي ما نديش الذنب ديالك، ملي كنت انا في الانعاش الصلاه ما كنصليوش، الغدا ما كنتغداوش بحال الناس، الخلاص والله ما كنتقلصو بحال الناس، كيديو لك رزقك وانت كتشوفي. اللهم هذا منكر، ملي جينا لعندو بالعكس عطاك واحد القيمه ورحب بيك، الخلصه مزيانه مدرقه من الشتا من البرد، ماشي بحال اللي كنا حنا في الزنايق، ولا مرة كترمي عليك الشرجم كتقول لك حيدي اختي من الباب ديالي. واش هذه خدمة هذه ديال الإنعاش؟ واش مني شافوا هو كبر طبقة مور طبقة الله يسهل عليه رجعوا كيتهموه بالتحرش؟ يعني انت لا عجبك حالك، ما عجبك حالك يعني عجبك حالك هنا، ولكن ما عجبكش الهضرة اللي كتقال. ما عجبتنيش، أنا كنت كنسمع برا كنت كنسمع، ولكن ملي جيت هنا وشفت شنو كاين الإنسان الله يعمر هذا كيخاف اللي خلقه. اللهم هذا منكر. شكرا. ايه بس جديدة.
هضرنا يعني شحال وقت كتسنى باش تدخل هذا المعمل وشنو كنتي كتسمع عليه قبل ملي دخلتي شنو جبرتي؟ تفضل عندي الميكروفون. السلام عليكم، انا من الانعاش خطوه جديده، الفرحه ديالي تحالي وانا خدامه في الانعاش 3 سنين، الفرحه ديالي باش تكملت لي هي ملي جيت عند السيد. بالعكس كنت نسمع الهضره عليه خايبه في الزنقه، ولكن المعامله ديالو نهار سنين الكونترا، المعامله ديالو مزيانه، وجينا هنايا البنات اللي خدامين حتى هما اللي عمرها سلعه، تلاقاونا باستضافه مزيانه، كيوعيونا وشفنا عين خير وريحه ديالنا كلشي ديالنا وريحه على وليداتنا. حنا كنا في الانعاش كنطلبوا الله حتى هما اللي في الانعاش كنطلبوا الله حتى اللي في الانعاش يتبعونا لهنايا، المعامله مزيانه. يعني الهضره اللي كنتي كتسمع في الشارع واش جبرتي هنا ولا ما جبرتيش؟ لا ما كاينه لا تحرش لا حتى شي حاجه، اصلا ما كنشوفوش اصلا، عين معامله عين بزاف خدامين هنا. هذا الانسان هو اللي قدنا من الشارع ديال التحرش، حنا بالعكس هنايا مستورين معززين مكرمين، انا هنايا معززين مكرمين. انا فرحه كنت في الانعاش زعما شوف كنا كنخلصوا حتى حنايا مزيان، ولكن فرحه باش تكملت لي هي ملي جبت عند هذا السيد من البرد والشتاء وكنخلصوا على ولادنا والفريقه ديالنا، ما شفنا لا تحرش ولا حتى شي حاجه، بالعكس عنده غير بنات. تينا تينا اول حاجه ما تقدرش تكثر خير هذا السيد، انا ما كيفاش تكلم. انا كنشكرو بزاف لان مريضه بجوج لقيا جوج عمليات على القلب وكنخدم مصاريف وتكلف لي بهم، والحمد لله كيتعامل معايا مزيان. مريضه كيحتالوا عليا في الخدمه، ما كنضرب حتى مرات شي حاجه، كيخلصني باش كنشري الدواء باش كنتعامل مع وليداتي، عندي جوج العيال وكنشكرو بزاف، والفرحه ديالي ليلو ما نقدرش نوصفها لكم. ودابا كنطلب هذا المنبر زعما هذا السي سعيد الله يخليه لنا ونحفو معاه يبعد عليه ولاد الحرام، وخلوني في هذه الخدمه لان رانا عندي جوج العيال، المصاريف ديال الدواء غاليين وكلشي، العمليات القلب جوج الصمامات، والحمد لله دابا. شحال انت خدامه؟ خدامه دابا 3 سنين. عمرك شفتي شي منظر ماشي هذاك دار بلا بلا؟ ما عمري شفت شي منظر قبيح في هذا المعمل ولا شي حاجه، زعما الدراري اللي مخدم الله يعمر سلعه كيتعاملوا معنا مزيان، سي سعيد كيتعامل معنا مزيان، ما عمرنا شفنا شي حاجه قبيحه عليهم. شهاده الدنيا وشهاده الاخره، ما عرفتش شحال بخيلي في هذه الدنيا ورانا كنشهد شهاده الحق. السلام عليكم. شوف انا خدامه في الانعاش وكنا كنسمعوا لها في سعيد كذا طارا على رضا كيتحرش كيجي حدا البنات حدا النساء. انا مطلقه وعندي جوج ديال العيال، انا عامله العمليه مرات ملي كنت في الزنقه البروده والشتا عليا وعملت العمليه وجلست بزاف هما حتى واحد ما كيدخل عليا شوفات حتى حاجه. الله يرحم والدات سي سعيد دخلنا الشركه وخدمنا، حنا دابا الحمد لله مستورين الحمد لله، ما علينا لا شتا لا برد لا حتى شي حاجه. وكنت كنسمع عمري ما كنشوفو هنايا كيدور صراحه، انا كنقول غير نشوف واحد النبا ما كنشوفوش كيدور ولا ما يدورش ما كيأذيناش بحال كيدور كيطلع يعني انا غير نسى غير نسى. السلام عليكم. يدور ولا ماشي يدور ولا؟ السلام عليكم. يدور ولا ما يدور؟ الشركه ديالهم من حقه وعايشوا في السلعه ديالو، ويدور بحال اللي كيدور خونا خونا الكبير، ما كيأدي حد ما كيقرب حد. تيقول لكم اللي ضرتكم ضرتني واللي مسكم شي واحد اجي عندي فوق راسي على راسي وعينيا، ما كيبغيش كيكون وحده وقاف علينا وكتبغي تعدى علينا ما كيبغيش. وقفتي مولك يمينين ما كنكذب في هذه الهضره مع بعضياتنا، شي وحده بغات تعدى على اخرى ما كيبغيش كيحترمنا. تيقول لكم لا ادتكم شي حاجه، ادتني انا وخدامين الخدمه ديالنا ما كاين الا هذه لهذه. هما هذا الراجل شافوه غادي معنا مزيان ودخل 200 دابا جديده حاليا، وتيقولك باقي ان شاء الله نكمل 1000 الناس 1000 الناس يكملها، ما بغاوش يبعدوا من هاد الناس، هاد الناس خاصهم يبعدوا مني. وهذا اللي تابعوا حط عليه راه باقي للناس تيدوروا، او عنده ديك ديال الياجور ولا عنده الله اعلم شنو عنده تما كاينه، يمشي يعمل يدخل الخدامين يخدموا، راه باقي للناس تيدوروا. هذا راه كيدير المستحيل، دخلنا نخدموا على وليداتنا وكان تخلصوا من الفلوس ديالنا على وليداتنا كنتخلصوا، الدواء تيرجع لنا، شنو خاصنا اخر؟ الحمد لله هادشي ما كناش شلنا، حنا ما قاريين مواد كنتخلصوا على وليداتنا. الناس راه بالقرايه شبرت هادشي، عند الله سينيسيس عندنا، عند الله سينيسيس عندنا كلشي، وهما يجيو يتخلصوا على ولادنا. وهاد التحرش اللي كيهضروا عليه التحرش، التحرش كاينه في الزنقه ملي كتدخل من الباب اللي هنايا كاينه الكاميرا، كاينه الكاميرا محضرين الشفيفات العفيفات. وإلا كان شي واحد كيهضر معانا هاد المحققين اللي عيهضروا ويجيو يدوروا الكاميرا، يدوروا الكاميرا هي اللي بلا كتبان
سير للتلفازه وتشوف البلا كتبان باش هذا يكون التحرش حرام عليه. حنا عندنا ولادنا، انا الراجل ديالي ما يبغيش يكون التحرش، يعني سادين علينا البيبان، ما خصوش يسمع هاد الهضره، ما يبغيش وما يعجبوش الحال. التحرش كان في الديوانه، كنا مسيبين البنات في الزنقه 3 أيام 4 أيام، حتى ولادنا ما كنعرفوهم فين. كتعرف المراه فينا هي، كتعرف البنت فينا هي، كتعرف حتى شي وحده ما كاينه، حتى شي وحده ما كاينه. دابا باش يقولوا هنا التحرش راه هذا مستحيل، وعيب عليهم وعار، عيب وعار عندكم ولادك عندكم ولادك. شوف صافي ديما بغيت واللي قال موقد باش يتحمل هذه المسؤوليه خاصهم يخرجوا على اسره، يجي عندنا مرحبا به واستقبلوه. اللي قال موقد باش يتحمل هذه المسؤوليه، لوسا تهضر تقول التحرش ديالي مرحبا به عندنا استقبلوه في اي ساعه. اللي قال موقد بهذه المسؤوليه لا 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 نختموا بك، يعني هضرنا يعني كيفاش هذا الانسان اللي كيقول هو قادر على هذه المسؤوليه يجي ظهرنا. هذا السيد راه حش معنا من الديوانه، راه ما كنا كنخدموا ولا كنردوا، حنا كنا البرد علينا وشتا علينا، كانوا كيباتوا السكيريه كيشيروا بالقراعي يشربوا داك الشيء، وهذا الانسان هو اللي جمعنا ومدرقين من الشتا ومدرقين من الشمس ومدرقين من كل حاجه. سمعتيني؟ هذا الانسان اللي كيهينوا به راه حسبي الله ونعم الوكيل به، الله ياخذ الحق به. اسمح لي تسمعني، عندك وليداتك؟ انا عندي 3 وواحد جاله. واش بغي ولادك يسمعوا لك هذا الهضره؟ لا ما يبغوش ولادي يسمعوا هذا الهضره. وكنقولوا لي واش كاين؟ كنقولوا امني هذا الشيء راه ما كاينش، هذا الشيء ما كاينش. انا اصلا مرات، وهو اصلا مرات، وهو مسكين عيطنا هذاك ديالو اللي خدام معانا وركبني في طوموبيل في الخدمه ووصلني حتى للتاكسي وخلصوا له، وعيطت لولاده وخلهم تلاقاو معاكم في السبيطار، حتى واحد ما يعمل معايا هكا. وذاك النهار عاود مرات عاود طلعوا ولادي عيطوا لي من الاداره ولادي عيطوا قالوا لهم طلعوا راه هذا اللي كيقول جديد، هذا اللي كيقول بنات هادين بواحد الخدمه. خليها وطلعوا ولادي حتى لهنا وهبطوني. هذا الانسان المعامله ديالو راه كثيره، معامله اكثر من الخدمه، اكثر من الخدمه. وكان انا بعدا بالنسبه لي انا لقيت الراحه مع هذا الانسان، انا لقيت الراحه مع هذا الانسان، عمره ما علا عينو فينا، ما عمره قالنا شي حاجه، ما عمره تاكا لا هو لا الثاني ديالو لا حتى واحد من هذا الشيء. زعما حسبي الله ونعم الوكيل، والله ياخذ الحق في اللي مخرج هذه الهضره. وهنا ما فين عاش الشفافات العفيفات. صافي واش نسالي والله. السلام عليكم، انا ناديه بالقايدي تصني، انا خدامه في هذه الشركه تاع الكوميسيال، كنشكرها بزاف واللي وقف معانا واللي حتى البنت ديالي طلبته ودخلت تخدم هنايا. صراحه الله ما عمرنا شفنا شي حاجه تلعب منه ولا من العمال ولا حتى شي حاجه، وماشي مزيان. يعني تيلو بنتك هنايا، واش بغي يعني عائلتك ولا شي حاجه يسمعوا هذه الهضره؟ ما بغاش عائلتي وما بغاش بنتي وما بغاش خوتي يسمعوا هذه الهضره. وهذا السيد هذا كنسمعوا قضايا من هذا الشيء، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي كيقولوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. واحد كلمه، واحد كلمه على هذا الشيء الجديد اللي كيقول. إذا متابعينا الكرام كما تابعتوا معنا، حنا كنتواجدوا معكم وسط معمل تبارك الله، كما كتشوفوا شحال من ساعه هنايا كانوا خدامين. حنا وصلنا الاخبار يعني والاتهامات اللي كاينه معكم، جينا لهنايا ومبان الحقيقه واش كاين شي حاجه. الله يسلمنا ساعد ما يبقاش الناري، وكل شيء هزنا قال اللي بقيت بينا بغا يبقى معنا بلا قانون عليه، وهزنا الكتب وعطينا الاحترام، الله يجازيه بخير. حنا إذا متابعينا الكرام يعني كما تابعت معنا في البث المباشر، حنا معكم يعني مواصلتنا في المعمل ديال تدوير ملابس مستعمله وملابس كذلك يعني قديمه. سمعت التصريحات ديال النساء كاملين اللي اتهموهم، يعني خرج بعض اشخاص يعني كيتهموهم كيقولوا عليهم انهم في هذا المعمل كيتعرضوا للتحرش، وانهم يعني ما كيتوفرش فيهم شروط العمل، كيف تاخذوا شروط العمل، وكذلك يعني كيتعرضوا للتحرش. سمعت التصريحات ديال امهات واباء ومطلقات، وكذلك عاملين ديال اللي كانوا في الانعاش وعاملين ديال الديوانه، فسمعتوا كل شيء، بانت الحقيقة عندكم. نتمنى نكون أنا وصلنا لكم الحقيقة متابعينا الكرام، وإن الله لا ينصر القوم الظالمين.